المهزوم من الفرقتين سواء اهلي او زمالك هيبقى داخل في المركز الثالث. مدرب اللي المفروض بيعنوا الاتحاد المصري التعاقد معاه، وادي تصويبه من مصطفى. 20 الزمالك، 18 الاهلي عن طريق مصطفى من تصويبه على شمال كريم. زعلان الراجل. مان تو مان على حسن يسري، دفاع متقدم من النادي الاهلي. باقي دقيقة ونص. البوهي يلعب لابو العطا، يمر ابو العطا، ابو العطا مفتاح اضاف ابو العطا لنادي الزمالك هدفين في وقت صعب قوي. رامية حرة. علي زين يلعب على الدار محمد ابراهيم، بيشوط تيجي في العارضة، رامية حرة تاني. يعدي مصطفى. ايقاف، كارت احمد لرامي، كارت احمر لرامي. باقي 45 ثانية وكارت احمر اهو. رامي خد كارت احمر فعلا. كارت احمر لمصطفى وكارت احمر لرامي. خرج بره مصطفى. معادله صعبه طبعا عشان النادي الاهلي يتعادل دلوقتي. وادي اسلام يحرز الهدف. تاني ابو العطا. رميه حره. باقي 11 ثانية. وائل خلاص بقى في صعوبة كده. رمية حرة، باقي 10 ثواني. وكارت أحمر لحسن يسري، وكارت أحمر لأحمد عاطف. مباراة الكروت الحمر. مباراة الكروت الحمر. كارت احمر وكارت احمر. وباقي 5 ثواني. اهو في الاعادة. خرج احمد عاطف. قدام حضراتكم في الاعادة واضحة تماما. you
احمد عاطف. وحسن يسري الاثنين وراح له. وخدوا كابتن محمد عبد المعطي هنا قدامنا اهو لو جابت اللقطة. محمد عبد المعطي ماسخ ميشو بيهديه لانه منفعل طبعا بره. تسعتاشر اهلي واحد وعشرين زمالك. الصورة والاعادة كانت اكبر دليل للكارت الاحمر. وقت مستقطع بيطلبه دكتور احمد دعبس. انا في اعتقادي وفي رأيي الشخصي انه طبعا كل الامور بتبقى امام لجنة المسابقات. في صعوبة طبعا انه يتعادل النادي الاهلي مع نادي الزمالك. بكده هيبقى الترتيب اهو قدام حضراتكم. السيد هادي فهمي واضح طبعا عليه. كابتن طارق الديروي عضو مجلس ادارة. السيد عمرو فاروق عضو مجلس ادارة نادي الاهلي. مستر جوليتش المدرب اللي بيتابع مباريات كرة اليد. بكده هيبقى نادي الشرطة هيدخل للمجمعة الثانية وهو عنده خمس نقاط معنية. ونادي الزمالك هيبقى في المركز الأول عنده ست نقاط. ثم النادي الأهلي عنده أربع نقاط. ثم نادي سموحة عنده ثلاث نقاط. والأولمبي نقطتين. و الطيران نقطة واحدة. بشكركم على حسن متابعتكم. ان شاء الله الى ان القاكم في مباريات اخرى قادمة. لكم مني اغلى تحياتي. وتابعوا قناة النيل للرياضة مع دوري كرة اليد المصرية باذن الله. شكرا لكم. كان معكم خالد خيري. الى اللقاء.